سعاد سفير، أعود مرة أخرى إلى جسر مهم جدا من جسور التواصل الصيني مع العالم الخارجي وخاصة مصر، يعني جسر التعاون الثقافي. مستقبل التعاون الثقافي وحاضره بين مصر والصين، خاصة أن الصين بتقدم للبشرية فكرة مبادرة الحزام والطريق اللي بتجمع الناس ولا تفرقهم. حدثني عن التعاون الثقافي المصري الصيني. فيما يخص بالتعاون الثقافي بين الصين وبين مصر في خلال السنوات الأخيرة، هناك يعني فعاليات متنوعة ومختلفة تمت إقامتها في مصر في مجال التبادل الثقافي بين الصين وبين مصر، سواء كان المسابقات المختلفة للكتابة أو للأغنية أو للترجمة، وأيضا المعارض للأعمال الفنية المختلفة، وأيضا عروض فنية مختلفة، يعني غنى أو رقص أو الموسيقى، وأيضا محاضرات ثقافية حول الصين وحول الثقافة الصينية وحول الثقافة العربية والمصرية. فيمكن القول هناك في إقبال متزايد ومشاركة متزايدة من الجماهير المصريين في الفعاليات الثقافية الصينية المقامة في مصر، خاصة خلال أيام الأعياد الصينية التقليدية، مثلا عيد الربيع وعيد منتصف الخريف. وأيضا من الجدير بالذكر أن الإعلامي الشهير من قناتكم السيد نشأت به أيضا عضو لجنة التحكيم لمسابقة أو للدورة الثانية لمسابقة أنا والصين للكتابة. المسابقة يتم إقامته بالتعاون يتم إقامتها بالتعاون ما بين مركز الثقافي الصيني بالقاهرة ومجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية ومجلة الصين اليوم الصينية. والسيد نشأت به عضو اللجنة التحكيم لهذه المسابقة عشان تقديم دورته الفريدة في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين وبين مصر. فخلال فترة الكورونا، طبعا الكورونا يحول دون أن نجتمع مع بعضنا البعض، ولكن خلال فترة الكورونا مركز الثقافي الصين بالقاهرة يواصل إقامة أنشطة ثقافية مختلفة على الإنترنت، مثلا الدروس للغة الصينية على الإنترنت، ودروس لفن الطبخ الصيني على الإنترنت، وأيضا معارض فنية وعروض فنية مختلفة على الإنترنت، وأيضا في التعاون ما بين الفنانين الصينيين والفنانين من دار الأوبرا المصرية، تمت إقامة حفلة سيمفونية مشتركة على الإنترنت احتفالا بالذكرى 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبين مصر. هذا العام يصادف الذكرى 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا. وأيضا كتب المستشار الثقافي بالسفارة أغنية تحت عنوان يد في يد، يعني الأغنية تحكي لنا قصة الصداقة والتضامن والتعاون بين الصين وبين مصر في مكافحة فيروس كورونا المستجد. والأغنية تتغناه الفنان المشهور ريحام عبد الحكيم. فيعني نحن الصين ومصر كأقدم الحضارتين في العالم لدينا المسؤولية المشتركة في تعزيز، أولا تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بيننا، وثانيا لدينا المسؤولية تجاه تعزيز التنوع الثقافي في العالم، ونعرف الناس من دول الأخرى بثقافتنا العريقة والباهرة.